السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في موضوع جديد وفيديو جديد على قناتكم إلكتروميكانيك بلانيت. نتمنى الفيديو ينال إعجاب ديالكم وتكون استفادة للجميع. خليكم معنا. العنصر اللي غندوي عليه اليوم هو فان اموتور. فان اموتور هو واحد النوع من الزيلكترو فان موتوريزي. من نشوفو هنا جوج الانواع ديال الزيلكترو فان. هنا الزيلكترو فان بلا بوبين كيتحلو كيتسدو سير بلاص, وهنا الزيلكترو فان اموتور الكتريك, وكاين نوع اخر ديال الالكتروفان بنوماتيك. كاين بزاف الانواع, حنا هنا غنقارنوا ما بين هاد جوج ديال الانواع. هذا بين المميزات ديالو فيه ديفاند كورت, كتعرفوا بلي تسد حتى لافان تحل حتى لافان. كيتحل ويتسد بواحد الطريقه اللي ثقيله بزاف, 30 سكوند في هاد الماركه اللي عندنا حنا, 30 سكوند باش كيتحل كومبلي ولو كيتسد كومبلي. كيتحل ويتسد كتعطيه 220, وهو الراسو كيقطع على راسو 220. بخلاف هاد النوع هذا خاصك تعطيه 220 باش يتحل, ولا بغيتي يتسد خاصك تعطيه تقطع عليه 220. المشكل اللي كاين هو هاد النوع هذا ملي كتكون واحد لانستالاسيون لي فيها لا بريسيون, كتكون دايزه مثلا هنا واحد باساج ديال الماء مثلا, المثال ديالنا حنا بحكم التخصص في هادشي ديال تريتمون دو. ملي كنستعملو هذا كتكون واحد لا بريسيون مثلا لتحت ديال 15 بار مثلا. اون فوا كيكون عندو لوردر راه كيدوز لا بريسيون ما كاينش, ولكن اون فوا كتعطي 200 كيتسد. هنا لا بريسيون كتسد بواحد الطريقه اللي كدير مشكل لانستالاسيون, يعني لا كوندويت كلها كتسمع واحد الصوت ديال بحال جيتي ودرتي واحد لوبستاكل سير بلاص لشي حاجه صعيبه القضيه. بخلاف هذا النوع, النوع كيتحل ويتسد ثقيل, يعني الماء غادي كيدوز وانت كتسد عليه بشويه, كتهبز عليه بشويه, كتهبز عليه بشويه حتى كيتسد كومبلي, وديك الساعات ما كيكونش عندك مشكل. الاشكال الاخر اللي كاين هو هادو غاليين في الثمن وزايدين لي زوبسيون, وكونسوماسيون ديالهم مقارنه مع الاخرين طايحه, كونسوماسيون ضعيفه بزاف. هادو كونسوماسيون مقارنه معها زايده, ولكن ماشي شي كونسوماسيون اللي كبيره. كما كنشوفو هنا هو كاينين فيهم بزاف ديال الانواع, كاينين 220, كاينين لي 24, كاين بزاف الانواع. هاهي هنا كيعطيوك الوقت ديال شحال كتحل وكتسد, هنا شحال كتكونسومي 0.25 امبير, وهنايا بلي راه ايطونش اي بي 67, وهي شويه ثقيله فيها 3.5 كيلو. وعاوتاني ما نساوش بلي هذا راه ديامتر دان 80. كاينين دي ديامتر صغار على حسب, بحال دابا هذا امبوسيدمي كيكونوا فيهم هما بس زوينين, فيهم بريدات بحال هكا, فيهم لي جوان ديجا, يعني ما كيحتاجوش لي جوان معاهم. هادو كيكونوا فيهم امبوات, وكما قلنا المشكل ديالهم انهم كيتسدوا. كدير هاد السيبو كيكون لاصق في الجنب هنا, هاد البلاصه هادي تحيدو تاخدو كديرو في هاد لابارتي هادي, ومن كتدور كيبان لك ان الموتور كيتحكم فيه.
هنا كنكون نسدينا باستعمال هاد الطريقة هادي اللي هي مانيير كتحكم في لافون مانيير وديرين لك هنا على فلاش لو بغيتي تحل هاد الاتجاه لو بغيتي تسد هاد الاتجاه هنا في هاد لابارتي كاين هاد التيمو هذا باش كتشوفوش الالكتروفا مسدودة ولا محلولة هي كيكون مكتوبة اوبن ولا كلوز دابا بحكم انه مسدود راه كيعطينا كنشوفو هنا بلي راه كلوز في هاد لابارتي نيت كاينة هنا لابارتي الكتريك غادي نحلوها فخليكم معنا نحلوها ونكملو الفيديو هاد لابارتي كتحل بالسيبو يعني كنحلو هاد البلايص هادو كان دي في سي واحد البلايص وغادي نكملو الفيديو هنا كيما كنشوفو كاينة لابارتي لي فيها لي فانت كورس لابارتي لي فيها فانت كورس هما هادو لي كيعطوني سيناليزاسيون سيناليزاسيون كنعرف ليطا ديال وهنا لابارتي كابلاج ديالي حتى هي هنا لابارتي موتور كاينة لداخل ندوزو كيفاش كيتكابلا هاد الالكتروفا كما كنشوفو هنا انه واحد الشيمة الكتريك ديال من خلال الشيمة الكتريك غادي نفهمو بلي ان هذا في نودر برينسيبال كيدوز ديريكت وكاين فاز ديال اوبن وفاز ديال كلوز يعني ملي تبغي تسدو كتعطي فاز في واحد في البورنيه ملي كيبغي يتحل كنعطيو في 3 ملي كيبغي يتسد كنعطيو في 4 هنا بدوك لي فاند كورس عندنا واحد لوبسيون انه ممكن اننا ناخذ منو سيناليزاسيون هذاك الفاز هذاك ملي كيتسد ملي كيتسد اوتوماتيكمون كيرجع لينا الفاز في 6 وفي 5 5 كنستعملوها في البولة اوبن و 6 كنستعملوها في البولة باللي راه تسد كلوز وعاد باش عندنا واحد لوبسيون اخرى اننا عندنا هنا ديفاند كورس وحدين اخرين الكوما ممكن انك تكون مثلا ديال سينيزاسيون بالفانت كارد لا علاقة لها بلا بويسونس عاطينك هاد لوبسيون هادي انه كتلقى السبعة هو الكومان كتعطي فيه داك الفاز ديالك ولا فانت كات دي سي ولا اسي كتعطي الفانت كات ولا اي كوموند بغيتي انت كدوز هنا في السبعة وكيخرج لك الا كان راه محلول كيخرج عندك في 8 حيت كابلي في 8 والا كان مسدود كيعطيك السينيال في 9 شيما راه واضحة بينما ما فيش حاجة صعيبة كاين عاوتاني لي موديل اللي كيكون فيهم الشيما ديالهم على برا نفس الشيما تقريبا غير كاين اللي كيكونوا في البواطة لداخل وكاين اللي كيكونوا على برا كونو شرحنا كل ما يتعلق بهاد الالكتروفان نيفان موتوريزي نتمنى تكون فائدة نتمنى نكونو وصلنا المعلومات كافية للمتابعين ديالنا شكرا بزاف تبارك الله عليكم